inshallah. السباقاتنا هنا تجي عندنا جهاز هو الماستر مع الجهاز البرايكون تدخيل الحمام عن طريقه تتبصم وتطلع عن السباقات وعن طريق ساعات ساعات تبقى يم المشتركين وعن طريق شب يدخل برجل الطير حتى تعرف الوقت ماله والمسافة والسرعة مالته عن طريق هذا الشب. هواية مو تجارة. أكثر الناس تحب الهواية يعني تريد السابق، وإحنا يعني ندعم المتسابقين كلهم. إحنا بالنسبة أني النادي وكل الأندية إحنا يعني من ميل الجناي. اليوم عندنا تسليم للسباق الأول. السباق الأول هو المسافة 120 كيلومتر، وإن شاء الله راح يكون 8 إلى 9 سباقات بالموسم، ابتداء من 120 كيلومتر نهاية لحد منطقة الفاو في محافظة البصرة بحدود المسافة 870 كيلومتر. قال لي اي بي يخلي غير مكان عادي خطر. اعلى انا مسلم حمامي وكل خير ومتفائل بهم ان شاء الله. حقق نتيجه جيده على نادي وعلى جميع الأندية إن شاء الله. هم اليوم سابقنا مسافة 125 كيلو زوية موصل، وصلت على المركز الأول إن شاء الله، ومن حمامة سلالة جيدة. أول حمامتين طبوا عندي هيرمان كوستر على الكارلن بوكس، مسافة 125 سباق الزوية، وإن شاء الله جاي أفضل وأفضل سباق البرايكون. يا خرج بره عيده قلت له ما يطلع.